أهلا سيدتي، تحية لكم، مساء الخير. بداية يعني مجلس النواب أفشل عمليات استجواب وزير المالية، وأيضا كانت هناك نية في استجواب وزير النفط، يعني برأيك يعني كيف يمكن قراءة المشهد النيابي حاليا؟ يعني تحية لكم مرة ثانية، تحية لمشاهديكم أهلا بك. ومتابعيكم الأفاضل. يعني لا يغيب عن ذهن أي مواطن عراقي، ربما داخل السلطة التشريعية، داخل قبة البرلمان، هناك تخندقات، هناك اتفاقات ضمن المحاصصة، فلا تسمح أي كتلة أو أي حزب معين ربما لديه مصلحة مع هذا الوزير أو هذا الوزير من حصته أن يستجوب، وبالتالي خسارة المكاسب وخسارة ربما ما تم كسبه خلال المرحلة السابقة. إذا أنا أعتقد أنه لحد هذه اللحظة البرلمان العراقي كجهة رقابية وجهة تشريعية لم نرى منه ما ينتظر المواطن العراقي. الآن عندما يستجوب أي وزير أو نطالب باستجواب أي وزير مقصر، تخرج علينا الكتلة الفلانية التي تدعم هذا الوزير بعرقلة استجوابه أو رفض استجوابه، وبالتالي هاي نعتبرها مكاسب سياسية لا تنطلي ضمن مصلحة الشعب العراقي. نعم. وأي وزير الآن أو أي مدير عام أو أي مسؤول متهم بقضايا فساد، نفاجأ بأن السلطة الرقابية والتشريعية تحمي هذا الوزير رغم تقصيره. وهذا طبعا هذا يعني إن شاء الله خلال الدورة القادمة أو الانتخابات المقبلة هذا الأمر سوف يغير عبر صناديق الاقتراع، ونتمنى من كل المواطنين أن يتم اختيارهم لمرشحهم بدقة عالية. نعم نعم، هناك من يتهم رئاسة مجلس النواب بالتخاذل مع الحكومة عبر استبعاد ملف الاستجواب بطريقة ملتوية، يعني هل تعتقد أن هذا الكلام صحيح؟ وما هي الأسباب الداعية لهذا التخاذل؟ لا، احنا حتى نسولف عن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. بعض الكتل السياسية تدعم السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة، وأيضا بعض الكتل تعارض سياسة السلطة التنفيذية. الآن في هذا الوقت لربما نلاحظ أنه جهارا بعض الكتل السياسية مع الحكومة، وأيضا من تحت الطاولة يعارضون عمل الحكومة، والعكس صحيح. الآن هناك فعلا يعني هناك من يدعم توجهات دولة رئيس الوزراء، البرنامج الحكومي، العلاقات الخارجية، السياسة الخارجية، موضوع التأجيل الانتخابات من عدمه، يعني توجد بعض يعني عدم الوضوح للكتل السياسية من ناحية علاقة رئيس الوزراء. هناك من يطرح موضوع تأجيل الانتخابات، هناك نعم. من يطرح موضوع ويحاول السير بعكس اتجاه الكتل الأخرى عبر ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني أو حكومة طوارئ. يعني نعم. أنا أرى أنه لا يوجد تفاهم على الإطلاق بين معظم الكتل السياسية كي تتم المناغمة وفق دعم السلطة التنفيذية أو الحكومة الحالية. نعم. لكن هناك علاقة غير صحيحة أو ربما علاقة مبهمة بين الكتل السياسية نفسها ككتل شيعية أو سنية أو كردية، وبالتالي هناك تحركات جديدة ربما سنشهد خلال الدورة المقبلة، تحركات جديدة، سياسة جديدة، ربما حتى هناك بعض الكتل السياسية تسعى إلى تغيير نوع النظام أو شكل النظام المتبع. ربما سنلاحظ الدورة القادمة تختلف تماما عن الدورات السابقة عندما كانت المحاصصة منبوذة يعني مشكلة بين عدة أحزاب أو عدة كتل سياسية. ربما ستنحصر المكاسب والمحاصصة على كتلتين أو شكل معين من التجاذبات السياسية أو ربما من الكتل السياسية أو المكوناتية. نعم. بالحديث عن ملف الفساد، يعني هل برأيك الحديث عن ملف الفساد بات معطلا لأسباب انتخابية؟ ملفات الفساد ملفات خطيرة جدا. شوفي، عندما يخرج أي نائب أو أي مسؤول ويصرح عبر الفضائيات ويقول كلنا فاسدون، كلنا استفادينا من، يعني معروفين هم اللي يصرحون بهذا التصريحات، إذا يعني هذا استفزاز للشعب العراقي، هذه زيادة الفجوة بين الشعب العراقي وبين الطبقة السياسية. نعم. ملفات الفساد ملفات خطيرة جدا، وكان من المفروض من بعض الرؤساء الوزراء السابقين أن يبادروا بفتح ملفات الفساد. بعض السياسيين أمثال وزير المالية الأسبق باقر جبر الزبيدي بادر ربما بدعوة قادة الكتل السياسية لأن يفتحوا ملفات الفساد، وليكن هو أول شخص يتم استجوابه، وإن كان هناك أي ملف فساد يتم محاكمته عبر هذا الملف. لكن لم تستجاب الكتل السياسية وقادة الكتل السياسية هذه الدعوة. هناك تقصير واضح من قبل الجميع كي يفتحوا ملفات الفساد. هناك ربما 13 ألف ملف فساد
ملفات خطيره جدا، نعم. ربما تدين مسؤولين في الدوله، لكن لا نرى جديه من قبل المسؤولين والمشاركين في العمليه السياسيه بفتح هذه الملفات ومصارحه طيب. ومصالحه الشعب العراقي قبل موعد 10 تشرين الاول. السؤال الاخير لك استاذ اثير، نواب محافظه نينوى اشتكوا الى السيد رئيس الحكومه الكاظمي استبعاد المكون العربي من يعني سلك الشرطة في سنجار بشكل متعمد، يعني يمكن القول. برأيك إلى أين يتجه سيناريو التطبيع الأوضاع في سنجار، وهل هناك بوصلة كردية توجه هذا السيناريو؟ نعم أحسنتم، يعني قبل ما نتكلم عن البوصلة الكردية أو الفرض الإملاءات الكردية، هناك إمجندات خارجية أو ربما محاولة تغيير ديموغرافي في سنجار أو غير سنجار، وهذا واضح على الملأ. هناك ربما سنلاحظ أن هناك تحركات تركية في شمال العراق، الغاية منها حتى أنه ضم بعض المناطق إلى الخارطة التركية. هناك محاولات لجر هذه المنطقة إلى فتنة عارمة، نعم. وتهميش المكون الإيزيدي في هذه المنطقة. إذن يعني هناك الكثير من المؤامرات في شمال العراق تحديدا وفي الموصل، وأيضا إذا نربط يعني جلب العوائل، عوائل داعش من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، هذا أيضا سيناريو يضع في ضمن المؤامرات التي ربما تحاول الأجندات الخارجية فرضها على المجتمع العراقي. هناك من يحاول إعادة الفتنة وإعادة الاقتتال العرقي والطائفي والمكوناتي داخل هذه المناطق. إذن ينبغي على الكتل السياسية وعلى الفاعلين السياسيين في كل المناطق إبعاد مناطقهم عن هذه المحاولات التي ربما تجر مناطقهم إلى الاقتتال وإلى إعادة البوصلة إلى وراء، ومن ثم هذه التحديات لا تخدم أي مكون من المكونات التي ذكرتيها. نعم المحلل السياسي أثير الشرع كنت معنا عبر سكايب، شكرا لانضمامك إلينا. تحية طيبة لكم، شكرا جزيلا.